صباح الورد عليك، واخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. النهاردة جاي اعمل معاكم الصينية العسولة دي علشان شم النسيم. هنا ممكن تحطي كيك بوبس، ممكن تحطي هنا شوبون، ممكن توزعي شوكولاتات زي ما انت عايزة. الطريقة سهلة، ما اخدتش مني اكتر من ساعة تقريباً. كل حاجة هقولها لك في الفيديو بالتفصيل. بتستعملي اي حاجة موجودة عندك، دي الحاجات اللي هي بتبقى مع السبوع والحاجات اللي بتيجي البومبينرات والكلام ده. الطريقة سهلة جدا، شيك جدا. ممكن ترصصي كده شوكولاتات فوق بعضها، ممكن تحطي طبق صغنن فيه بيضات ملونة، مش بيض بيض يعني، اللي هي الشوكولاتة اللي شبه البيضة دي، اسمها ايه مش فاكرة اسمها، اكيد انتوا عارفين اسمها لان عندكم اطفال. اتمنى الصينية العسولة دي تكون عجبتكم، ويلا بينا اوريكم الطريقة. وياريت تخلوا اولادكم يساعدوكم، هياخدوا منهم وقت كتير، هيقللوا شقاوتهم شوية، هيتشغلوا في حاجة مفيدة تنفعهم وهتنشط الذهن عندهم. ويلا بينا حالا نشوف انا عملت ايه. بس بليز لو عجبك الفيديو ياريت لايك علشان الفيديو يترفع واكتر كمية ناس تشوفه. ولو ما عجبكش برضو قولي كومنت في السبب ايه. وانا مش مبتكرة حاجة جديدة، انا شفتها قبل كده على قناة، بس قناة في التلفزيون مش قناة بتاعت حد، وعجبتني الطريقة وقلت اجربها معاكم. ويلا بينا نشوف الفيديو. نهار كورت. اول حاجة هنبدأ بيها، انا معايا هنا صينية قديمة مش بستعملها، زي ما انتوا شايفين مكسورة. لو عندك ورق فويل طبعا هيكون افضل، بس انا مش عندي ورق فويل، فجبت كرتونة بيت طبقتها وقصتها بالمنظر ده ولزقتها في قاع الصينية. هحتاج كمان معايا اطباق فويل اهي، انا فرغتها لان انا محتاجة القطعة دي، وبرضو هحتاج الجناب اللي انا قصتها دي. معايا مسدس شمع، معايا كتر او سكينة حامية، معايا مقصات، معايا لزق، معايا فوم. انتوا عارفين الفوم ده دلوقتي بقى بيتباع في المكتبات عادي، في منه انواع، في نوع بيبقى فيه ستيكرز زي ده كده، ده ستيكرز بيلزق، وفي منه من غير ستيكرز. فانا كنت محتاجة الالوان للأسف اللي ما فيهاش ستيكرز، جبت منه برضو هستعمله. ومعايا منه كمان الحجم الصغير. الحاجات دي اسعارها مش غالية قوي. هنبدأ واحدة واحدة مع بعض، بس انا هسرع شوية الصورة لان الفيديو ممكن هيبقى طويل شوية، فممكن تلاقوا مشاهد من غير صوت. يلا بينا نبدأ بإذن الله. Thank you.
أكيد كلنا عندنا حاجات بتستنى من المناسبات اللي هي العرايس والسبوع والحاجات دي، حاجات زي كده. دي كانت حصلتي بحوش فيها من أول سنة ولسه مطلعة منها شوية دول، لسه معدتهمش والله حتى، بس هنعمل بيها حاجة حلوة. خليكوا معايا. هنا انا غلفت البيت واطلع عيني شوية بس اهو، وضعت الحصالة. ما علينا، احنا عاملين الشكل على اساس ان هي جنينة. لو عندك حاجة ممكن تتعمل سياج كده حوالين الصينية ممكن. لو عندك ورق كروشيه، انا ما جبتش ورق كروشيه، ممكن تقصقصيه رفيع وتعمليه كأنه اعشاب في الجوانب. انا بديكي افكار وانتي عليكي الطريقة اللي انتي عاوزة تعملي بيها صينية التقديم دي. وتقدمي فيها لضيوفك او لاولادك او لاصحاب اولادك حلويات وحاجات حلوة في شم النسيم. معانا بقى الحاجات دي ممكن تتحط بطريقة مختلفة، في كمان الشكل ده، بس انا عاوزة احط البوبيزات دي. الاولاد دول كانوا جايين في اسبوع، ممكن نحطهم بطريقة مختلفة برضو. بتدي شكل حلو وشيك.
كده مثلا، والاستاذ اللي بيلعب بولينج ده ولا بلياردو ما اعرفش برضه نحطه هنا. في شويه حاجات كده كانت جايه معاهم ممكن تتوزع باي طريقه، ممكن تلزقيها كمان في الارضيه لو حبيتي علشان ما تقعش. هنا انا حطيت الفل ده في الكوبايات علشان لو هتعملي كيك بوبس مثلا ممكن تحطيه هنا في الخلة وتغرزيها كده حلويات مختلفة. بالشكل ده في ألف طريقة علشان تزيني بيها زي ما انت عاوزة. انا بس مكسلة انزل اشتري حاجات. ممكن برضو نحط دي على جنب لو في حاجة اصغر تحطي فيها شيكوبون مثلا، بس لون مش متناسب معاها. ممكن دي شوية برضو ليها مكان تقعد عليه. ممكن تحطي فيها بونبونات صغننة او اللي هو الشيكوبون ده. وبقت معانا الصينية جاهزة ان احنا نقدم فيها بقى شوكولاتات، حاجات تحطيها في الصينية وبتقدميها عادي بمنتهى السهولة. بتحطيها على النيش، قصدي على الشفونيرة مثلا او البوفيه، بتدي شكل حلو قوي وشيك قوي وبتفرح الاطفال الصغيرين. وممكن تخلي اولادك يتعلموا يعملوا الحاجات دي معاكي، بتبقى حلوة قوي 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 وبتنشط الذكاء عندهم وبتنمي عندهم الموهبة الفنية، بتخليهم يخترعوا حاجات ويبتكروا حاجات. وكل سنة وانتم طيبين، وكل شم نسيم وانتم طيبين. ممكن كمان تحطوا طبق صغنطوط كده هنا قدام تحطوا فيه بيضات ملونة من بتاعة شم نسيم، هيبقى شكلها شيك قوي قوي قوي. واتمنى لكم شم نسيم سعيد وايام سعيده يا رب، دايما 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 يا رب.